بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. معكم الباحث خالد بن سعود الحريبي. إن شاء الله اليوم راح نتطرق إلى درس بسيط جدا، وهو فحص بعض أنواع من الحيوانات المجهرية التي توجد في خلايا الطحالب. إن شاء الله يكون درس بسيط جدا. ابتداء نحتاج إلى قالب بسيط جدا وصغير، يتم ملأ بالماء والطحالب مثل ما تلاحظون، بسيط جدا. تقدر تشتري علبة أصغر من هذه، أهم شيء يكون فيها حيوانات مجهرية أو طحالب أو أي نوع من العينات البيئية طبعا. ثانيا نحتاج إلى إبرة بسيطة جدا صغيرة، وإلى شريحة راح نحطها تحت المجهر، وإلى شريحة بسيطة أيضا بعد مثل ما تلاحظون، بس نحاول نطلعها لأنها حساسة جدا تنكسر بسرعة مثل ما تلاحظون. شريحة بسيطة جدا صغيرة بشكل مربع، ونحتاج إلى علبة صغيرة لكي نحرك الحيوانات المجهرية، وأيضا نحتاج إلى قفازات. ابتداء أول شيء لازم نلبس قفازات لكي نحمي أنفسنا من الفيروسات والميكروبات وغيرها من المخلوقات الخطيرة جدا. نحتاج نكون حذرين جدا في التعامل مع هذه المخلوقات لكي لا تصيبنا بأذى أو تلوث بيئي مثلا. ثانيا نحتاج إلى الإبرة، ونسحب عينة من المكان، نحاول نحركها شوي، نحاول نسكر العلبة عشان ما يظهر أي تلوث. نضع العينة اللي أخذناها من القالب الأول في القالب الثاني مثل ما تلاحظون. نحاول نحرك الحيوانات المجهرية التي داخل هذه العلبة الصغيرة، نرجها عدل مثل ما تلاحظون. بعدها نفتحها وناخذ عينة منها. بعدها نمسك الشريحة التي تكلمنا عنها في السابق، ونضع عينة بسيطة جدا تكفي قطرة أو قطرتين من الإبرة. بعدها نضع الشريحة الثانية فوق العينة،
بعدها نضعها تحت المجهر. طبعا راح نفحص في عن طريق هذه العينة على الشاشة. سوف نرى العينة على الشاشة مثل ما تلاحظون. نحاول الحين نشوف الحيوانات المجهرية. مثل ما تلاحظون يمشون يتحركون سريعين جدا. نحاول نكبر. نعدل الشريحة. مثل ما تلاحظون يوجد هنا حيوانات مجهرية. مثل ما تشوفون يتحركون. نحاول نكبر زيادة. مثل ما تلاحظون هنا نوع من أنواع الحيوانات المجهرية. هنا نوع من أنواع الطحالب. نحاول نكبر أكثر. طبعا هذه ثلاث حيوانات مجهرية. طبعا مثل ما تلاحظون عندها خيوط بسيطة جدا. وهذه الخيوط انربطت مع بعض مثل ما تلاحظون، وتحاول الحيوانات المجهرية تتحرك وتنفك من هذه الخيوط بس ما تقدر. مثل ما تشوفون هنا الرابطة. نحاول نكبرها. مثل ما تلاحظون هنا نذهب إلى عينة أخرى. نذهب إلى طحالب، خلايا طحالب. نشوف نحتاج خلية طحلبية متكاملة. طبعا هذا أيضا حيوان مجهري آخر مثل ما تلاحظون. نحاول نكبر. قد يصل عمر هذا الحيوان المجهري إلى 140 مليون سنة، يعني من الحيوانات القديمة جدا. تم فحص بعض العينات الأحفورية واكتشاف هذا الحيوان المجهري، يعني منتشر في جميع أنحاء العالم مثل ما تلاحظون. لونه أصفر.
هذا حيوان آخر. نبحث عن حيوانات مجهرية. هذا حيوان آخر وهذا حيوان آخر أيضا. قد تدل على أنها حيوانات طحلبية ذهبية مثل ما تلاحظون، مكورة. هذا أيضا حيوان مجهري آخر. طبعا هذا أيضا حيوان مجهري آخر يشبه السابق بس نوع آخر. هذه خلية طحلبية مثل ما تلاحظون. حاول نكبر. مثل ما تلاحظون لا صنفين كورتين، كل 8 ساعات تنسخ نفسها. هذا الحيوان اللي قبل شوي شفناه. هذه بعض البكتيريا الصغيرة جدا. مثل ما تلاحظون ان في بعض من الخلايا البسيطة داخل الخلية الطحلبية. نحاول نكبر عشان نلاحظ هذا الشيء. في حركة داخل الخلية مثل ما تلاحظون، في نقط بسيطة تتحرك حركة مستمرة. طبعا أنواع الطحالب كثيرة جدا. عالم كبير جدا من المخلوقات. طبعا هذا ايضا حيوان مجهري اخر مثل ما تلاحظون، بس ميت اعتقد لانه ما في حركة كلش. نشوف هذا نوع من أنواع البكتيريا. هذا أيضا حيوان مجهري. للحين العلماء حائرة، ما حتى الآن لا أحد يعلم من العلماء الأحياء كيف يمشي هذا الحيوان المجهري في الماء، لأنه ما عنده لا خديبات ولا وسيلة
وسيلة مشي. بس في طريقة ثانية حتى الآن لا يعلمها العلماء. بعض من البكتيريا الصغيرة جدا هذا حيوان مجهري بس مو واضح. نحاول نبحث عن حيوانات مجهرية كبيرة برمسيوم مثلا أو أي حيوان آخر. خلايا الطحالب أعتقد ثانية بشكل أسطوانية. طبعا العينة معقدة جدا لأن عدد الحيوانات المجهرية التي توجد داخل هذه العينة بمئات الملايين. أعتقد أن هذا غير معروف. أو نكبر طبعا مثل ما تلاحظون هذا شيء غريب جدا. حاول نكبر أزيد زيادة احتمال أنها نوع من أنواع الطحالب الذهبية نوع آخر. مثل ما تلاحظون كور طبعا العينة فيها ارتجاج بسيط جدا بسبب الماء. يشبه الحيوان اللي شفناه في بداية البحث. نحاول نبحث مثل ما تلاحظون في حيوانات تتحرك هنا.